وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فوصلنا في المنظومة بعد أن قرأنا المقدمة وقرأنا البيت الأول: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. في المحاضرة الماضية، محاضرة مهمة، تكلمنا على النية من 7 محاور يجمعها قول القائل: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. الكلام على النية هذا مهم جدا جدا، لأنه سيتكرر معك عند دراستنا للفقه. واضح؟ الآن نحن في البيت الثاني الذي يقول فيه الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الدين مبني على المصالح في قلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في قلبها والدرء للقبائح. الدرء بمعنى الدفع، ومعنى القاعدة أن الشريعة الإسلامية تحرص على جلب المنافع ودفع المفاسد الشريعة الإسلامية تحرص على جلب المنافع. المنافع هي المصالح. تعريف المصلحة لغة: المنفعة. المصلحة ما تعريفها؟ المصلحة هي المنفعة. واضح؟ المصلحة هي المنفعة. وعرف العلماء المصلحة اصطلاحا، قالوا: وصف للفعل الذي يحصل به النفع. وصف للفعل الذي يحصل به النفع. إذن المصلحة هي النفع، مصالح، منافع. هذا النفع قد يكون نفعا دائما، يعني دائما يكون منفعة، وقد يكون نفعا غالبا. قد يكون هذا النفع نفعا دائما، وقد يكون هذا النفع نفعا غالبا. ما معنى غالبا؟ أي في كثير من الأحيان. وقد يكون هذا النفع نفعا للجمهور. ما معنى الجمهور؟ يعني العموم، الناس، الناس كلهم ينتفعون. وقد يكون هذا النفع للأفراد أو للفرد، لشخص واحد أو شخصين أو ثلاثة. إذن هذه هي المصلحة. المصلحة مفرد، الجمع مصالح. مصالح بمعنى منافع، مصلحة بمعنى منفعة. تعريفها في اللغة: المصلحة، المنفعة. تعريفها في اصطلاح العلماء: المصلحة وصف للفعل الذي يحصل به النفع. هذا النفع قد يكون نفعا دائما، وقد يكون نفعا غالبا. واضح؟ سأشرح لكم الآن وسأضرب له مثالا. وقد يكون هذا النفع للجمهور، أي لعموم الناس، وقد يكون هذا النفع لأفراد من الأمة. واضح؟ إذن هذا بالنسبة للمصالح. بالنسبة للقبائح، القبائح هي المفاسد. المفسدة مفرد مفاسد. والمفسدة تعريفها في اللغة: المفسدة ضد المصلحة. ما معنى ضد؟ ما معنى ضد المصلحة؟ عكس، opposite، عكس. المفسدة ضد المصلحة. تمام. تعريفها في الاصطلاح هي كالتالي: وصف للفعل الذي يحصل به الضرر. هنا الذي يحصل به النفع، هنا الذي يحصل به الضرر، دائما أو غالبا.
للجمهور أو للأفراد. هذا تعريف المفسدة. إذن عندنا مفسدة وعندنا مصلحة. الشريعة الإسلامية بنيت في أحكامها على قلب المصالح. قلب المصالح، قلب المصالح لمن؟ قلب المصالح للمكلفين، وعلى دفع المفاسد. دفع المفاسد عمن؟ عن المكلفين. جاءت أحكام الشريعة الإسلامية تقلب المنافع لنا وتدفع الضرر عنا. الدين كله هكذا، كل الأحكام الشرعية لن تجد حكما شرعيا، أي حكم، إلا وفيه قلب نفع لك أو دفع ضرر عنك، إما لك كفرد أو لك كجماعة، ودفع ضر عنك إما عنك كفرد وإما عن المسلمين كجماعة، كل الأحكام الشرعية. فالله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالتوحيد والإيمان، أمرنا بالتوحيد والإيمان لأن في ذلك نفع لنا، واضح؟ إذ بذلك يدخل المسلم الجنة، وبذلك تنتظم حياة المسلم في الدنيا. وعندما أمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة، هذا فيه نفع. هذا فيه نفع لمن؟ هذا فيه نفع لك أنت الذي تخرج الزكاة، وفيه نفع لبقية الناس، أليس كذلك؟ إذن فرضية الزكاة، فريضة الزكاة فيها نفع، فيها مصلحة، مصلحة لك ومصلحة للناس. مصلحة لك لأنك بذلك تتطهر من الأخلاق السيئة كالبخل والشح، ولأنك بذلك تزكي مالك. ونفع للمجتمع لأنك بذلك تواسي الفقراء والمساكين وتساعدهم على تجاوز عتبة الفقر. الله سبحانه وتعالى فرض عليك الصيام، في ذلك مصلحة لك حتى تحقق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض الله عليك الصيام حتى يتعافى جسدك من بعض الأمراض التي سببها كثرة الأكل، ولذلك جاء في الأثر صوموا تصحوا. فرض الله سبحانه وتعالى علينا الحج لتتحقق بذلك الوحدة الإسلامية، فالناس جميعا يقصدون مكة في موسم الحج من شتى بقاع الأرض، من كل القارات يأتون، من قارة آسيا، من قارة إفريقيا، يأتون من أوروبا، يأتون من أستراليا، يأتون من أمريكا، من كل بقاع الأرض، لغاتهم مختلفة، هذا يتكلم العربية وهذا الإنجليزية وهذا يتكلم الصينية وهذا يتكلم كذا وهذا يتكلم كذا، وألوانهم مختلفة، لكن هذا المكان يوحدهم، وهذا به إظهار قوة المسلمين، واضح؟ هذا فيه مصلحة. إذن فرض الله عز وجل الحج لمصلحة، فرض الله سبحانه وتعالى صلة الرحم لمصلحة، حرم الله عز وجل الزنا لأن في الزنا ضرر، ضرر على الإنسان وضرر على المجتمع. حرم الله السرقة لأن في السرقة ضرر على الإنسان وعلى المجتمع. حرم الله عز وجل شرب الخمر لأن في ذلك ضرر على الإنسان والمجتمع. حرم الله الغيبة والكذب والنميمة لأن في ذلك ضرر على الإنسان والمجتمع. حرم الله عز وجل الكبر والحسد والعجب لأن في ذلك ضرر على الإنسان والمجتمع. إذن كل أمر شرعي، كل أمر شرعي وكل نهي شرعي إنما شرع لقلب منفعة أو لدفع مضرة.
وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في قلبها والدرء للقبائح. وعندما تدرس الفقه لابد أن تنظر في الأحكام الشرعية، لماذا الله سبحانه وتعالى فرض علينا الوضوء؟ ما هي المصلحة من الوضوء؟ أو ما هو الضرر الذي دفع عنا في الوضوء؟ يعني إذا توضينا دفع عنا الضرر. ما هي المصلحة في إيجاب الغسل من الجنابة؟ ما هي المصلحة في مشروعية الزكاة؟ ما هي مقاصد الشريعة الإسلامية في فريضة الصلاة؟ لابد أن تنظر إلى هذا. فكل أوامر الشريعة وكل النواهي جاءت لتحقيق المصالح ولدرء المفاسد. إذن عرفنا المصلحة بأنها وصف للفعل الذي يحصل به النفع، سواء هذا النفع دائما أو غالبا. ولذلك نقسم المصلحة إلى قسمين. المصلحة تنقسم إلى قسمين: إما مصلحة نسميها مصلحة دائمة. ما معنى مصلحة دائمة؟ طبعا المصلحة قلنا بمعنى إيش؟ منفعة. إما منفعة دائمة أو منفعة غالبة، يعني في كثير من الأحيان تكون منفعة وقد لا تكون منفعة. ما مثاله؟ المصلحة أو المنفعة الدائمة كالإيمان بالله عز وجل، هذا نفع دائم، هذا نفع دائم في كل الحالات، لا يكون إلا نفعا. واضح؟ المنفعة الغالبة مثل ماذا؟ نقول مثل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله منفعة، لأن فيه إعلاء لكلمة الله ونشر للإسلام، صح؟ لكن أيضا فيه إزهاق للأنفس، فيه إزهاق للأنفس، سواء أنفس المسلمين أو أنفس الكفار. إذن فيه مفسدة صغرى وفيه منفعة كبرى. هل المنفعة هنا خالصة أو ليست خالصة؟ نقول هنا ليست خالصة. إذن الجهاد في سبيل الله منفعته غالبة، بخلاف الإيمان بالله، فالإيمان بالله منفعته خالصة. هنا دائمة أو خالصة، ممكن تقول. واضح؟ واضح. الزكاة، الزكاة هل منفعتها دائمة أو منفعتها غالبة؟ قد يقول قائل منفعتها دائمة لأن الناس تنتفع، لكن سيقول لك الشخص الذي يخرج الزكاة منفعتها غالبة، لأنني أنا أحب المال لا أريد إخراج المال، بالنسبة لي ليست منفعة. واضح؟ فلذلك يمكن أن نقول أيضا أن الزكاة منفعتها غالبة. واضح؟ أيضا منفعة الصيام، يقول الشخص أنا أحب الطعام والشراب يصعب علي الصيام. نعم أنا أنتفع بالصيام لكن صعب علي، إذن منفعته غالبة. أحسن مثال للمصلحة الدائمة الإيمان بالله عز وجل. واضح؟ إذن المصالح إما أن تكون خالصة. ما معنى خالصة؟ يعني في كل الأحوال تكون منافع، وإما أن تكون غالبة يعني في غالب الأحوال. وقد تكون المصلحة، هذا التقسيم الثاني، قد تكون المصلحة للجماعة، أي للجماعة المسلمة
وقد تكون للفرد أو الأفراد. فمثلا إخراج الزكاة فيه منفعة، لكن المنفعة التي في إخراج الزكاة هل هي للجماعة أو للفرد؟ للجماعة، هذا فيه منفعة للجماعة، واضح؟ وقد يكون النفع للفرد على حساب الجماعة. فمثلا الذي يبيع الشيء بأغلى من سعره، يبيع السلعة بأكثر من سعرها، السلعة يعني مثلا بضاعة معينة قيمتها 10,000 روبية، هو يبيعها ب12,000 روبية، هو يحقق منفعة، لكن يحقق منفعة لنفسه على حساب الجماعة، واضح؟ يحقق منفعة لنفسه على حساب الجماعة. إذن المصلحة قد تكون مصلحة للجماعة للجمهور، وقد تكون مصلحة للأفراد. فنعرف المصلحة بأنها وصف للفعل الذي يحصل به النفع دائما أو غالبا للجمهور أو الأفراد. عكس المصالح المفاسد، وهي وصف للفعل الذي يحصل به الضرر دائما أو غالبا للجمهور أو الأفراد. مثاله: نقول المفسدة قد تكون مفسدة خالصة، وقد تكون مفسدة غالبة. خالصة مثل ماذا؟ هنا قلنا الإيمان، هنا ماذا سيكون؟ الشرك بالله عز وجل، هذا مفسدة خالصة ليس فيه أي منفعة. الشرك بالله عز وجل ليس فيه أي منفعة، واضح؟ الغالبة مثل التجارة بالخمر، التجارة بالخمر، التجارة بالخمر مفسدة أو منفعة؟ مفسدة، مفسدة 100%، أو يمكن أن نحقق بعض المنافع منها، يمكن أن نحقق بعض المنافع منها، صح؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قد تقول الدولة: عندما نستورد الخمر وعندما نبيع الخمر يوجد أناس يشترونها ونحن نحقق منهم الأرباح، وهذا فيه نفع لنا ونفع لاقتصادنا. قد تقول الدولة هكذا، لكن نقول المفاسد المترتبة على التجارة بالخمر أعظم من المصالح، المفاسد أعظم. فهنا هل المفسدة خالصة أو غالبة؟ غالبة. ما معنى غالبة؟ يعني يوجد خير ويوجد شر، لكن الشر أعظم، هذا معنى الغالبة. الشر أغلب، الشر أكثر، هذا معنى غالبة، واضح؟ وهنا معنى غالبة أنه يوجد خير ويوجد شر، لكن الخير أعظم، الخير أغلب، هذا معنى غالبة، واضح؟ الزنا، الزنا هل مفسدته خالصة أم غالبة؟ الزنا مفسدته أيضا غالبة. قد تقول بعض الدول: نحن إذا فتحنا باب الزنا أو يسمونه باسم آخر، إذا فتحنا هذا الباب سيأتي إلينا السواح، سيأتي السائحون من أنحاء العالم، وإذا جاء السائحون جاءوا بأموالهم وأنفقوها في بلادنا، ويحصل استثمار ويحصل اقتصاد قوي، واضح؟ قد يقولون هذا يحقق نفع لنا ولبلادنا ولاقتصادنا،
نقول هذا نفع نعم، لكن الفساد الذي سيترتب على انتشار الزنا أضعاف هذا النفع، أضعافه. ولذلك الزنا حرام، وحرمه الله مع أنه قد يترتب عليه بعض المنافع. إذن ما معنى المفسدة؟ ما معنى المفسدة الغالبة؟ المفسدة الغالبة معناها أنه يوجد خير ويوجد شر، لكن الشر أعظم من الخير فيحرم. واضح؟ إذن عندنا مفسدة خالصة وعندنا مفسدة غالبة، وبالتالي نقول الشريعة الإسلامية جاءت تحرم المفاسد الخالصة وتحرم أيضا المفاسد الغالبة، كلها حرام. وإن كانت درجات التحريم تختلف، فمثلا حرمة الشرك أعظم من حرمة الزنا، وحرمة الزنا أعظم من حرمة شرب الخمر، وحرمة شرب الخمر أعظم من حرمة هجر المسلم فوق 3 أيام. صح؟ تختلف المراتب. اختلاف المراتب هذا بناء على ماذا؟ بناء على اختلاف المفاسد. كلما كانت المفسدة أعظم كان التحريم أشد، كلما كانت المفسدة أعظم كان التحريم أشد. يعني على سبيل المثال قتل النفس حرام، صح؟ الشرك بالله حرام، صح؟ صح. شرب الخمر حرام، صح؟ الكذب حرام، إخلاف الوعد حرام، من علامات المنافق إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، حرام. هل تحريم الشرك مثل تحريم إخلاف الوعد؟ ليش لا؟ لماذا لا؟ أيهما أعظم، تحريم الشرك أو تحريم خلاف الوعد؟ لماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على الشرك أعظم من المفسدة المترتبة على إخلاف الوعد. قتل النفس والكذب كلاهما محرم، صح؟ أيهما أشد تحريما؟ لماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على قتل النفس أعظم من المفسدة المترتبة على الكذب. قتل النفس وشرب الخمر أيهما أعظم؟ قتل النفس أعظم. لماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على قتل النفس أعظم من المفسدة المترتبة على شرب الخمر. إذن المفاسد على مراتب، كذلك المصالح على مراتب، ليست سواء. فوجوب التوحيد أعظم من وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة أعظم من وجوب الحج، صح؟ إذن هي على مراتب متفاوتة فيما بينها. الدين جاء مبني على المصالح في قلبها والدرء للقبائح، أي أن الإسلام جاء الإسلام جاء بتحصيل المصالح وبدرء المفاسد. كل الأحكام الشرعية فيها مصالح، مصالح لمن؟ مصالح للأفراد، مصالح للمجتمعات، ودفعت المفاسد عمن؟ عن الأفراد وعن المجتمعات. هذا معنى قول الناظم الدين جاء أو الدين مبني على المصالح في قلبها والدرء للقبائح. نقرأ كلام الشارح رحمه الله. قال رحمه الله تعالى:
هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد، الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها. ما معنى أدران؟ ما معنى أدران؟ أدران أوساخ، أوساخ مر معكم في النظم، تمام. قال: وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. إذن التوحيد مصلحة خالصة أو غالبة؟ خالصة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته، الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. والشرك مفسدته خالصة أو راجحة؟ الشرك مفسدته خالصة أو راجحة؟ خالصة. ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج، التي من فوائدها انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه، ونشاط البدن وخفته، ونور الوجه، وسعة الرزق، والمحبة في قلوب المؤمنين، وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان، زكاة النفس وتطهيرها، وزوال الوسخ والدرن عنها، ودفع حاجة أخيه المسلم، وزيادة بركة ماله ونمائه، مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، وزوال سخطه. ومصلحة الزكاة، ومصلحة الصيام، ومصلحة الحج، ومصلحة الصلاة مصالح خالصة، واضح أو غالبة؟ غالبة، أحسنتم. قال: وكذلك شرع لعباد الاجتماع للعبادة في مواضع، في مواضع كالصلوات الخمس والعلم النافع، عفوا، كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج، والاجتماع لذكر الله والعلم النافع، لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل وزوال التقاطع والأحقاد بينهم، ومراغمة الشيطان. معنى مراغمة أي إغضاب، إغضاب الشيطان، لأن الشيطان يغضب عندما يجتمع أهل الإيمان، ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير، وحصول التنافس في الخيرات، واقتداء بعضهم ببعض، وتعليم بعضهم لبعض، وتعلم بعضهم من بعض، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد، إلى غير ذلك من الحكم. وأباح الله البيع والعقود المباحة كالإيجارة والقراض والشركة، لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها. وحرم الله الربا وسائر العقود الفاسدة، لما فيها من الظلم والفساد والاغتناء الناس عنها. فتحريم الربا دفعا للمفسدة، إباحة البيع قلب للمصلحة، واضح؟ إباحة الزواج قلب للمصلحة، تحريم الزنا دفع للمفسدة. قال: وأباح الله الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح، لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها. وحرم الله الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح، لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا. فحرم الله أكل لحم الخنزير لما فيه من المضرة،
وحرم الله عز وجل أكل لحم السباع كالأسد والنمر وغيرها لما فيها من المضرة، وحرم الله عز وجل أكل الحيوانات المستقذرات التي تأكل القاذورات لما فيها من المضرة، وحرم الله عز وجل تناول كل المسكرات التي تغيب العقل كالخمر وغيرها لما فيها من المضرة. إذن الشريعة الإسلامية أباحت كل شيء فيه مصلحة وحرمت كل شيء فيه مضرة. قال: فتحريمها حماية لعباده وصيانة لهم لا بخلا عليهم بل رحمة منه بهم، فكما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة. مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى، فإذا زاد المطر بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. إذن الله عز وجل يعطيك رحمة ويمنعك رحمة. بعض الناس يكون فقيرا ويقول: لو كنت غنيا لكنت صالحا، لتصدقت، لأنفقت، لفعلت وفعلت من الخير. والله عز وجل يعلم أنه لو كان غنيا لكان فاسدا، صح؟ وبعض الناس يكون غنيا ويظن أنه لو كان فقيرا لكان أكثر عبادة وأكثر صلاة وأكثر جلوسا في المسجد، والله يعلم أنه لو كان فقيرا لكان فاسدا. ولذلك جاء في الأثر الإلهي: إن من عبادي من أفقرته، أي جعلته فقيرا، ولو أغنيته لأفسده الغناء. لو أغنيته لذهب ليزني، لذهب ليفعل المحرمات، لأكل الربا. إن من عبادي من أفقرته ولو أغنيته لأفسده الغناء، وإن من عبادي من أغنيته ولو أفقرته لأفسده الفقر. لو جعله الله فقيرا ربما سرق، ربما اختلس، ربما أخذ المال بالباطل. إذن الأفضل لمصلحته أن يكون غنيا. أحسنت، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. قال: وبالجملة فأوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها، ونواهيه داء القلوب وسمومها. أحيانا أنت لا تعرف لماذا الله عز وجل قدر عليك هذا الأمر، لكن بعد مدة من الزمن تدرك أن هذا الأمر فيه مصلحة لك. تظن أحيانا أنك لو فعلت كذا فإن مصلحتك فيه، لكن الله يحرمك من ذلك فتتركه، ثم تكون المصلحة فيما قدره الله وليس فيما أحببته بنفسك. بعض الناس أعرفهم كان يريد أن يتزوج من امرأة في بيت صالح، كان يريد أن يتزوج من هذه البنت وحريص كل الحرص، وتقدم لخطبتها وقبل، ثم حصلت بعض المشاكل بينه وبين أهلها فردوا الزواج، فسخوا الزواج قبل أن يتم الزفاف، ردوا عليه الخاتم وقالوا: خلاص ليس لك عندنا زوجة، انتهت الأمر. تحسر، ندم أن هذا الشيء حصل، واضح؟ ثم من الله عليه فتزوج من أسرة صالحة أخرى، الآن صار هذا ثريا لأن والد زوجته الجديدة جعله مديرا لأعماله، صار ثريا صالحا غنيا، وزوجته الأولى
تبين أن بها مرض، فكان دائما يعاتب نفسه يقول سبحان الله لو كنت تزوجت تلك التي أحببتها وغضبت حين تركتها ربما كانت حالتي أخرى، والحمد لله أن الله نجاني ومن علي بهذه الزوجة. إذن أنت قد لا تعرف مصلحتك، الله عز وجل أعلم بمصلحتك منك. يريد المرء أن يؤتى مناه، كل واحد يريد أن يحصل ما يتمنى ما في عقله، يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير ما استفاد. يقول هنا وكذلك المواريث والأوقاف والوصايا وما في معناها مشتملة كلها على غاية المصلحة والمحاسن، ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه. قال ابن القيم رحمه الله وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها، وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل من شريعة الإسلام ولا أعظم من شريعة الإسلام ولا أقل من شريعة الإسلام، ففيها الشاهد والمشهود والحجة والمحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله، وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بعلم الغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فما أنعم على عباده نعمة أقل من أن هداهم لها أي للشريعة الإسلامية وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن نخرج باختصار بخلاصة أنه لا يوجد أمر شرعي ولا نهي شرعي إلا وفيه قلب مصلحة إما خالصة أو راجحة، وفيه دفع مفسدة إما خالصة وإما راجحة. كل الأوامر الشرعية وكل النواحي الشرعية هكذا. هذا البيت الذي ذكره الناظم، ثم قال بعده فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. قال رحمه الله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذا تزاحمت المصالح، ما معنى تزاحمت؟ تزاحمت بمعنى تعارضت، تزاحمت بمعنى تعارضت. نقول انتبه معي لا تكتب، إذا أردت وقت للكتابة سأعطيه لكن عند الشرح لا تكتب. نقول المصالح لها حالتان. الحالة الأولى أنه يمكن أن تجمع بينها، ممكن تجمع بين المصالح. الحالة الثانية لا يمكن الجمع بينها،
إذا أمكن الجمع بين المصالح، إذا أمكن الجمع بين المصالح فاجمع بينها. هذا واضح لا يحتاج إلى شرح. مثاله: شخص يقرأ القرآن هنا في المسجد، وأثناء قراءته للقرآن حضرت جنازة، فهو بين مصلحتين: إما الاستمرار في قراءة القرآن، وإما صلاة الجنازة. واضح؟ هل يمكن أن يجمع بين المصلحتين أو لا يمكن؟ يمكن. كيف يمكن؟ يمكن أنه يصلي على الجنازة ثم يعود لمواصلة القراءة، يمكن هذا، صح؟ كان يقرأ القرآن فجاء المؤذن ليؤذن لصلاة الظهر، يمكن أن يجمع، يوقف القراءة، يردد مع المؤذن، يدعو بعد الأذان ثم يواصل قراءته، يمكن أن يجمع. إذا أمكن أن تجمع بين المصالح فاجمع بينها. لكن الكلام هنا في النظم ليس في هذه الحالة، لأن هذا واضح. يمكن أن تجمع بين المصالح فاجمع، هذا واضح. الإشكال متى؟ إذا كان لا يمكن الجمع بين المصالح، تعارضت، تزاحمت، إما هذا أو هذا، لا يمكن أن تفعل الاثنين معا، هنا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فهم. ولذلك يقول العلماء: عندما تتزاحم المصالح تقدم مصلحة ما كان مصلحته أعظم، تفعل ما كان مصلحته أعظم، وتترك ما كانت مصلحته أدنى. وهذا معنى قوله: يقدم الأعلى من المصالح. يقول العلماء: ليس الفقيه، انتبه لهذا الكلام، ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر. الخير والشر هذا معظم الناس يعرفونه، ربما لو سألت أحد الناس في الشارع قلت له: أين الخير وأين الشر؟ سيقول لك: هذا خير وهذا شر. هذا واضح. ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر. طيب من الفقيه؟ قال: الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعرف أن هذا خير وهذا أخير منه، يعرف أن هذا شر وهذا شر منه. هذا هو الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فإذا عرف خير الخيرين قدم الأخير، وإذا عرف شر الشرين ترك الأشر. واضح؟ ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، لكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. قد يقول قائل: الناظم يقول لنا إن تزاحمت عدد المصالح نقدم المصلحة العليا ونترك المصلحة الصغرى الدنيا، هل لهذا الكلام مستند؟ هل له دليل؟ نعم، أدلة كثيرة في الشريعة الإسلامية، وبعض الأدلة تصلح أن تكون دليلا ومثالا في نفس الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. دخل شخص المسجد يريد أن يصلي النافلة، وربما كبر وبدأ في صلاة النافلة فأقيمت الصلاة، فهو الآن بين مصلحتين: المصلحة الأولى الاستمرار في صلاة النافلة، المصلحة الثانية أن يدرك الجماعة مع الإمام من البداية من تكبيرة الإحرام. عندك مصلحتان: مصلحة الاستمرار في صلاة النافلة، ومصلحة إدراك الصلاة الجماعة من أولها. أي المصلحتين أعظم؟
مصلحة إدراك الجماعة من أولها أعظم، تقدم هذه حتى وإن فاتت مصلحة، حتى وإن فاتت مصلحة الاستمرار في صلاة النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا دليل ومثال للقاعدة أنه يقدم الأعلى من المصالح، واضح؟ ولذلك نقول إذا تعارض عندنا، إذا تعارض واجب ومستحب، ماذا نقدم؟ نقدم الواجب. لماذا؟ لأن مصلحة الواجب أعظم. تعارض واجب ومستحب، مثلا الواجب بر الوالدين، المستحب السفر لطلب العلم المستحب. شخص يريد أن يسافر لطلب العلم، وهذا العلم الذي يريد أن يطلبه ليس علما واجبا وإنما من النوع المستحب، بينما أبوه وأمه بحاجته ويمنعانه من السفر، فهنا تعارضت مصلحتان: مصلحة البر والبر واجب، ومصلحة السفر في طلب العلم وهذا مستحب. السفر في طلب العلم ماذا يقدم؟ أيوة، يقدم الواجب، بناء على أنه عند التزاحم نقدم المصلحة الأعلى ونترك ما كانت مصلحته أقل. لو تعارض واجب وواجب، تعارض واجب وواجب آخر، واجب وواجب آخر، ماذا نقدم؟ نقدم أوجبهما، أكثرهما وجوبا. كما قلت لك قبل قليل أن الواجبات ليست في مرتبة واحدة بل مراتبها متفاوتة، واضح؟ فوجوب الصلاة ليس كوجوب الصدق، وجوب الصيام مثلا ليس كوجوب الوتر عند الإمام أبي حنيفة الذي يرى أن الوتر واجب، صيام وجوبه قطعي ركن أركان الإسلام، الوتر واجب عند أبي حنيفة لكن وجوبه ظني، محل خلاف بينه وبين غيره من الفقهاء. إذن إذا تعارض واجب وواجب آخر نقدم أكثرهما وجوبا أوجبهما. نفس الكلام إذا تعارض مستحب ومستحب آخر نقدم أكثرهما استحبابا، واضح؟ لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة تقول عند تعارض المصالح نقدم الأعلى ونترك الأدنى. وفي ذلك يقول الشارح رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، قال: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين، إحدى المصلحتين يعني تعارض أو يمكن الجمع، إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين، تعارض أو يمكن الجمع، إحدى المصلحتين يعني تفعل واحدة فقط، هل هذا يمكن فيه الجمع أو لا يمكن؟ لا يمكن، أحسنتم. إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت، فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. ولذلك إذا قال شخص: أنا أحب قيام الليل، أحب أن أصلي في الليل 3 ساعات 4 ساعات، لكن الإشكال أني إذا قمت أصلي في الليل أنام عن صلاة الفجر، لا أستيقظ إلا 8:00. قيام الليل مصلحة، صلاة الفجر مصلحة،
لكن مصلحة صلاة الفجر في وقتها أعظم من مصلحة قيام الليل. لو كنت مفتيا وجاء هذا الشخص يسألك هذا السؤال، سيكون الجواب: إن عجزت عن الجمع بين الأمرين، عجزت عن قيام الليل والمحافظة على صلاة الفجر، فنم ولا تقم الليل وصلي الفجر في وقتها. لماذا؟ لأنه إذا تعارضت مصلحتان نراعي الأعظم، وهذا مثال إذا تعارض واجب ومستحب. قال رحمه الله: وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت، وكذا لا يجوز نفل الصيام ونفل الحج ونفل العمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض، لأن مصلحة الفرض أعظم من مصلحة النفل. وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. نذر شخص مثلا أن يصوم يوم يشفى فلان، قال: عندما يشفى فلان سأصوم، فشفي فلان في رمضان. طيب، رمضان عنده صيام فرض، والآن نذر أن يصوم عندما يشفى وهو شفي في رمضان، فهل يصوم في رمضان الفرض أولا أو يصوم صوم النذر؟ نقول: أولا صوم رمضان، لأنه فرض، فرض شرعي، ثم بعد رمضان تصوم صوم النذر. قال: فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر ونحوها. وكالنفقة اللازمة، النفقة تجب على الإنسان بثلاثة أسباب، هذه فائدة خارج الموضوع لكن مهمة. هذه سندرسها إن شاء الله في الفقه، في آخر الفقه، في فقه الأسرة، أسباب وجوب النفقة. متى تجب عليك النفقة؟ متى؟ بثلاثة أسباب. السبب الأول الزوجية، يجب عليك أن تنفق على زوجتك. السبب الثاني الملك، يجب عليك أن تنفق على من تملك. كيف على من تملك؟ مثل ماذا؟ يعني لو كان عندك عبيد تنفق عليهم، لو كان عندك حيوانات، عندك أغنام، عندك أبقار، يجب عليك أن تنفق عليهم، يجب عليك أن تنفق عليهم. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت، لا قدمت لها الطعام، يعني لم تنفق عليها، لم تطعمها، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. إذن هذا يدل على أن النفقة واجبة على ما تملك. الأمر الثالث القرابة، أقاربك، أولادك يجب عليك أن تنفق عليهم، والديك يجب عليك أن تنفق عليهم، طبعا بشروط يذكرها الفقهاء. هذه أسباب وجود النفقة. لو كان عندك مال قليل، مال قليل لا يكفي إلا لواحد من هذه، تقدم من؟ هل تقدم الأقارب أو تقدم من تملكهم أو تقدم الزوجة؟ تقدم الزوجة، الزوجة حق الأولوية، ثم من تملكهم، ثم الأقربون، بهذا الترتيب. إذا تعارضت المصالح نقدم الأعلى، ثم ما بعده، ثم ما بعده. لو كان عندك مال أقل، قلت: هذا المال لو أنفقته على نفسي أعيش،
ولو أعطيته لغيري أموت ويحيا هو، تقدم من؟ تقدم نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. إذن إذا تعارضت المصالح تراعي الأعظم. قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة، تقدم الراتبة على السنة. الراتبة هي التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، السنة هي التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لكن لم يفعلها إلا نادرا، أو لم يفعلها البتة، أو لم ينقل أنه فعلها. يعني مثال، عندنا في الصلوات الرواتب 10: ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، 10. ثنتان قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء، 10. واضح؟ هنالك 4 ركعات قبل العصر، هذه التي قبل العصر تسمى تطوع، ليست راتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، حث بقوله لكنه لم ينقل عنه أنه واظب عليها، هذه تسمى تطوع. لكن هذه 10 خاصة الفجر واظب عليها. إذن إذا تعارض هذا وهذا تقدم ماذا؟ تقدم النفل الراتب على التطوع، تقدم الآكد كما ذكرت لكم هنا. إذا تعارض مستحب ومستحب تقدم الآكد منهما. قال رحمه الله تعالى: فتقدم الراتبة على السنة، والسنة على النفل المطلق. طبعا سنشرح في الفقه معنى الرواتب، معنى النفل المقيد، معنى النفل المطلق في وقته، تمام. ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحو ذلك. ولذلك قال الإمام الشافعي وقال الإمام أحمد: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. لماذا طلب العلم أفضل؟ لأن طلب العلم نفعه متعد، أنت تنتفع وتنفع الناس، أنت تتعلم وتعلم الناس، أنت تتفقه وتفتي الناس، نفعه متعدي. صلاة النافلة نفعها لك فقط، الناس لا ينتفعون. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وتقدم الصلاة والبر للقريب على غيره. لماذا القريب أولى؟ لأن إعطاءك للقريب صدقة وصلة رحم، أما غيره فصدقة فقط وليس فيه صلة رحم. قال: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل. أحيانا قد يكون هنالك عمل أفضل وعمل فاضل، لكن هذا الشخص باعتباره يكون العمل الفاضل أفضل له من المفضول، أو العمل الأدنى أفضل في حقه من الأفضل. لماذا؟ يعني على سبيل المثال، عندنا شخص يحب قراءة القرآن وليس له رغبة في طلب العلم،
نقول إذا أمكن أن الشخص يجمع بين الأمرين، بين قراءة القرآن وطلب العلم، هذا أفضل. إذا أمكن الجمع أفضل. لم يمكن الجمع، نقول له يمكن أن تحفظ شيئا من القرآن وتطلب العلم، لكن اهتمامك بالعلم يكون أكثر، اهتمامك بالعلم يكون أكثر، لأن الأمة تحتاج إلى طلاب علم أكثر من حاجتها إلى القراء. حاجة الناس إلى طلاب العلم أكثر من حاجتها إلى القراء. لكن هذا الشخص يقول أنا عندي ضعف في الفهم، لا أفهم سريعا، لا يناسبني طلب العلم، ربما أدرس الكتاب الواحد 6 أشهر لا أفهمه، ولذلك عندما أطلب العلم أشعر بالكسل والنعاس. نقول أنت في حقك الأفضل قراءة القرآن، هذا ليس مجالك، هذا ليس اختصاصك، بالنسبة لك هذا أفضل. واضح؟ يقول قائل آخر أنا أريد أن أطلب العلم لكن عندي شيء آخر أحبه وهو الصلاة في الليل، أنا أصلي في الليل، وإذا صليت في الليل في النهار أستريح، لا أستطيع أن أذهب إلى الدروس وأحضر معكم، فهل الأفضل في حقي أن أصلي في الليل أو أطلب العلم؟ ثم يقول أمر آخر، أنا إذا طلبت العلم أخاف على نفسي من الشهرة ومن الرياء، وأنا أحب الثناء. نقول أنت فقط إذا لم تستطع أن تجاهد نفسك فالأفضل في حقك صلاة الليل، تترك طلب العلم. ليس معنى تترك طلب العلم يعني لا تطلب العلم نهائيا، وإنما المقصود لا تتوسع في طلب العلم، وإلا هنالك علوم طلبها واجب كما مر معكم في أول محاضرة. واضح؟ إذن مع أن طلب العلم أفضل، لكن بعض الناس قد يكون في حقه مفضولا لعدة اعتبارات، وهذا يرجع إلى أمور شخصية يختلف بها الناس بعضهم عن بعض، ليس قاعدة عامة. لكن لو سئلنا على القاعدة العامة ما الأفضل، نقول طلب العلم أفضل، لكن بعض الناس قد يكون القرآن في حقه أفضل، قد يكون صلاة الليل في حقه أفضل. بعض الناس قد يقول لك مثلا أنا أعمل في العمل الإغاثي، عمل إغاثي. ما معنى عمل إغاثي؟ عمل إغاثي يعني في توزيع المساعدات، عندما تحصل كوارث طبيعية، زلازل، فيضانات، براكين، يذهب يساعد الناس، يوزع عليهم مواد غذائية، يوزع عليهم، يساعدهم في بناء بيوتهم، في تنظيم حياتهم مرة أخرى، هذا يسمى عمل إغاثي. قد يقول قائل أنا ليس لي رغبة في طلب العلم لكن عندي رغبة في العمل الإغاثي. نقول له أنت بالنسبة لك العمل الإغاثي أفضل من طلب العلم. إذن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. بالنسبة لهذا الشخص مصلحة العمل الإغاثي أعظم من طلب العلم، بالنسبة لهذا الشخص مصلحة قراءة القرآن وتحصيل القراءات أفضل من طلب العلم، بالنسبة لهذا الشخص مصلحة قيام الليل أفضل من طلب العلم، لكن الأصل العام طلب العلم أفضل من هذه كلها. واضح؟ واضح إن شاء الله. وهنا ذكر لك المؤلف رحمه الله شيئا من ذلك، فقال والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة، كثيرة منها أن يكون العمل المفضول مأمورا به في خصوص هذا الموطن، وهذا شيء آخر. يعني لو قال قائل على سبيل المثال كما ذكرت لكم، صلى وبعد الصلاة عندما سلم الإمام أخذ المصحف وبدأ يقرأ القرآن مباشرة، هل هذا أفضل؟ معروف أن القرآن أشرف الذكر، لكن هذا المقام ليس مقام قراءة القرآن وإنما مقام الأذكار. إذن هنا الذكر أفضل من قراءة القرآن في هذا المقام. واضح؟ لو قال قائل مثلا أنا عندي مال،
عندي مال، هل أشتري به أضحية وأضحي أو أتصدق بهذا المال على أسرة فقيرة؟ نقول الصدقة ثوابها عظيم، لكن في هذا الوقت الأضحية هي السنة وهي الأعظم أجرا. مصلحة الأضحية أعظم من مصلحة الصدقة. لماذا؟ لأن هذا له وقت مخصوص. الآن وقت الأضحية، الآن وقت الذكر، واضح؟ لو جاء في رمضان وقت السحر قال أنا سأصلي أو أنا سأقرأ القرآن في هذا الوقت أو أذهب إلى تناول أو أذهب لتناول السحور، نقول أكل السحور أفضل في حقك لأن هذا وقت السحور. إذن ما كان الوقت وقته فهو أفضل على غيره. قال رحمه الله: أن يكون العمل المبذول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها والأذكار بعدها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإنسان القرآن وهو راكع، في الركوع منهي أن تقرأ القرآن. لماذا؟ لأن هذا ليس مقام القرآن، القرآن وأنت قائم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ القرآن وأنت ساجد لأن هذا ليس مقام القرآن، مع أن القرآن أفضل، القرآن أفضل من قولك سبحان رب العظيم، القرآن أفضل من قولك سبحان ربي الأعلى، لكن في هذين الموضعين سبحان ربي العظيم هو المقدم، سبحان ربي الأعلى هو المقدم، واضح؟ قال: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المبذول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل في الفاضل، أو يكون في العمل المبذول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. ولذلك أضرب لهذا مثالا. يقول الفقهاء، وهذا أمر مهم أن تنتبهوا له، لو كان عندك شخص من أسرتك مريض في المستشفى وربما قارب الموت، يعني ربما بقي له يوم أو يومين، قال لك الأطباء هذا سيموت قريبا، ميؤوس من حياته، بقي له يوم أو يومين ربما يفارق الحياة، هذا الشخص المريض في المستشفى يحب أن تكون بجانبه، يشعر بالطمأنينة عندما تكون جالسا بجواره، وأنت تسمع الأذان تريد أن تذهب لتصلي الجماعة، واضح؟ فعندك الآن مصلحتان: المصلحة الأولى أنك تجلس بجواره حتى ينسى الهم وتصبره على المصيبة التي هو فيها، والمصلحة الثانية أنك تحضر صلاة الجماعة. أي المصلحتين أعظم؟ قال الفقهاء: تجلس بجواره وتنسيه الهم وتعطيه آيات الصبر وتدخل الفرح والرجاء إلى قلبه، هذا أعظم من تركه والذهاب إلى صلاة الجماعة. هنا تعارضت مصلحتان تقدم الأعلى منهما، انظر. وهذا يحتاج أيضا إلى فقه، ولذلك قلت لك قبل قليل: ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، إنما الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يحتاج منك إلى تفكير، يحتاج منك إلى نظر، ما هو الأفضل وما هو الفاضل، حتى تفعل الأفضل وتترك الفاضل. وقال لك المؤلف أيضا: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال: انظر ما هو أصلح لقلبك. فإذا قال هذا الشخص: العمل الإغاثي أصلح لقلبي، مساعدة الأيتام أصلح لقلبي، إعانة العجز والمسنين أصلح لقلبي من طلب العلم، نقول إذن العمل الإغاثي مساعدة الأيتام مساعدة العجز والمسنين هو الأفضل في حقك لأن المصلحة فيه أعظم. قال: فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها بها. ثم قال رحمه الله تعالى:
وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه القاعدة عكس القاعدة الأولى. عرفنا المفسدة بأنها وصف للفعل الذي يحصل به الضرر دائما أو غالبا للجمهور أو للأفراد، صح؟ هذا تعريف المفسدة. وقلت لكم أيضا المفاسد ليست على مرتبة واحدة، تحريم الشرك أعظم من تحريم القتل، تحريم القتل أعظم من تحريم الزنا، تحريم الزنا أعظم من تحريم شرب الخمر، شرب الخمر أعظم من تحريم أكل الميتة، أكل الميتة أعظم من تحريم مثلا الكذب. إذن المحرمات متفاوتة ليست على مرتبة واحدة. وبالتالي إذا تزاحمت المحرمات، نقول إذا تزاحمت أو المفاسد لها حالتان مثل المصالح، إذا أمكن تركها جميعا فهو الواجب، إذا أمكن ترك المحرمات جميعا هذا الواجب، إذا أمكن ترك المفاسد جميعا هذا الواجب، لكن إذا لم يمكن تركها جميعا وجب ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. نرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. جاء أعرابي فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد ثاني أشرف مسجد عند المسلمين، المسجد النبوي. دخل أعرابي إلى المسجد فبال في ناحية المسجد أمام الناس، الناس ينظرون إليه يبول، واضح. فقام الناس إليه يزجرونه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، دعوه يكمل بوله. لماذا؟ إكماله البول مفسدة، صح؟ كونه يبول في المسجد يلوث المسجد مفسدة، قد يؤثر على صحة الصلاة، هذا مفسدة. قال: لا تزرموه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره. إذن المفسدة الأولى ما هي؟ المفسدة الأولى تلويث المسجد. المفسدة الثانية التي قد تحصل أنهم إذا زجروه ربما يقوم يجري في المسجد يلوث مكان أكبر، صح؟ إذن المفسدة الأخرى تلويث مكان أكبر. وربما الرجل أعرابي، تعرفون ما معنى أعرابي؟ يعني جاء من الصحراء، والأعراب الإيمان عندهم ليس قويا. الله عز وجل يقول في القرآن: الأعراب أشد إيش؟ كفرا ونفاقا. الإيمان عندهم ليس قويا، ربما لو زجروه يرتد عن الإسلام، ربما يعود إلى قوم يقول: رأيتهم، رأيت أصحاب المدينة، رأيت محمدا وصحابته يزجرون الناس ويسبونهم ويهاجمونهم ويشوه صورة الإسلام، صح؟ إذن قد تحصل مفاسد أعظم. إذن هنا تعارضت مفاسد، ربما المفسدة الأولى تلويث المسجد، المفسدة الثانية تلويث مكان أكبر، ربما يرتد عن الإسلام، ربما يشوه صورة الدين، يقول هذا الدين دين فيه تنفير، ليس عندهم أخلاق في الدعوة، ويقول هذا للقبائل، واضح؟ ربما يفعل هذا. إذن عندنا مفسدتان، هذه مفسدة لكنها صغرى، وهذه مفاسد كبرى. إذن الأفضل يبول هنا، خلي لما يكمل خلي يبول، لا تزجروه، لا تزرموه، دعوه، انتهى من البول يمكن أن نعالج المشكلة،
صبوا على بولي ذنوبا من ماء، ثم نقول له إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، نكون علمناه بأدب ورحمة وأنهينا مشكلة النجاسة. فعندما تتعارض مفسدتان نرتكب المفسدة الصغرى وندفع المفسدة الكبرى، واضح؟ ولذلك لو كان مثلا هنالك امرأة تريد أن تتعالج عند طبيبة، بحثت عن طبيبة حتى تتعالج عندها لم تجد، كل المدينة ليس فيها طبيبة، قالوا ليس عندنا طبيبة، لكن عندنا طبيب، عندنا طبيب مسلم وعندنا طبيب نصراني، أين تريدي أن تتعالجي؟ عند من؟ هل تريدي أن تتعالجي عند الطبيب المسلم أو عند الطبيب النصراني؟ علاجها عند الطبيب المسلم مفسدة، لأنها امرأة والأصل أنها لا تتعالج عند رجل، لكن علاجها عند الطبيب النصراني مفسدة أعظم. فنقول إذا تزاحمت مفسدتان نقدم المفسدة الأقل، تتعالج عند الطبيب المسلم ولا يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب النصراني لتتعالج عنده، واضح؟ لأن القاعدة تقول إذا تعارضت مفسدتان نقدم المفسدة الصغرى ونترك المفسدة الكبرى. وإذا ماتت امرأة، ماتت امرأة وفي بطنها جنين، ماتت وفي بطنها جنين كانت حامل، وهذا الجنين نظر الأطباء فقالوا يمكن أن يخرج حيا، فما رأيكم؟ هل نقطع بطنها ونخرج الجنين؟ أو نقول قطع البطن فيه تشويه لها وفيه مفسدة، لأننا نمثل بالجسد فنترك الجنين حتى يموت؟ الآن كم عندك مفاسد؟ عندك مفسدتان، المفسدة الأولى شق بطن الأم، هذه مفسدة، قطع البطن مفسدة، لأنه لا يجوز لك أن تقطع البطن وهي حية، فمن باب أولى بعد الموت، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، تمام؟ المفسدة الثانية موت الجنين، الجنين قد يموت، ونحن أمام أحد الخيارين، إما أن نترك الجنين يموت وهذه مفسدة، وإما أن نشق بطنها ونخرج الجنين وهذا فيه مفسدة بشق البطن، ماذا نعمل؟ نقول إذا تعارضت مفسدتان نرتكب الأقل، ما هو الأقل؟ شق البطن، هذا أقل، نشق البطن، لأن حياة الجنين أهم وموت الجنين مفسدته أعظم، موت الجنين مفسدته أعظم، فنرتكب المفسدة الصغرى مراعاة أو دفعا للمفسدة الكبرى، واضح؟ قال رحمه الله تعالى وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال هنا في الشرح رحمه الله ونختم بهذا، قال المفاسد إما محرمات وإما مكروهات، ولذلك نقول إذا تعارض مكروه وحرام ماذا نقدم؟ إذا تعارض مكروه وحرام نقدم المكروه، إذا تعارض حرام وحرام نقدم الأخف تحريما على الأشد تحريما، إذا تعارض مكروه ومكروه نقدم الأقل كراهة على الأشد كراهة. قال المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات، فإذا تزاحمت المفاسد بين اضطر الإنسان إلى فعل أحدهما فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين،
لدفع أعلاهما. فإذا كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. يعني إذا كان الشخص يعمل في عمل فيه شبهة هذا أفضل من أنه يأكل مالا حراما خالصا. قال: وكذلك يقدم سائر المكروهات على سائر المحرمات. وإذا كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما. ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كبيرا، وقد ذكرت لكم أن المحرمات على مراتب مختلفة وأن المكروهات أيضا على مراتب مختلفة. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤالان، هذا سؤال: ما الأفضل أن يقدم العشاء العشاء أو صلاة العشاء إذا كان الشخص جائعا قبل إقامة الصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فقدموا العشاء. لكن يقول الفقهاء: هذا الحديث محمول على شخص كان يتوق إلى الطعام، يعني يحتاج إلى الطعام بأن كان جائعا، واحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا يأكل ملء بطنه، وإنما يأكل قدر حاجته فقط، تمام؟ يعني لا يأكل حتى يشبع، وإنما يأكل قدر حاجته ثم يصلي ويعود. الأمر الثالث ألا يكون هذا على سبيل الدوام، يعني كل يوم يأتي بالعشاء وقت إقامة الصلاة، هذا تحايل. لكن لو حصل هذا مرة دون مرة فيمكن هذا. هنا يقول: هل يمكننا أن نطبق هذه القاعدة، يعني النوم قبيل دخولنا في الفصل، لأننا حين نعم يمكن جدا، ممكن أن تنام في الليل مبكرا، لا تسهر حتى تصبح نشيطا وتحضر إلى الدرس وأنت في قمة النشاط، لا تحتاج إلى النوم في أثناء الدرس. يمكن بعد الإفطار وقبل أن آتي إليكم في الدرس تنام 10 دقائق ربع ساعة حتى تكون أنشط، ممكن. نعم، هذا مما يمكن، ليس فيه تعارض مصالح، هذا مما يمكن فيه الجمع بين المصالح، يمكن أن تنام وأن تحضر الدرس، لا تعارض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.